طيقوها هيك يعني. سنان انت سوي روحك ما كانوا جاي. لا هم اجري مو هي صعدي فوق. هاي تعرف انت شلون يعني؟ لا يمكن شلون تعلمني يعني؟ دخل اسمي الصحيح وهاي الفراغات بموجب الاحرف الموجوده. شلون تنتخب؟ شلون تروح؟ شلون اذا في خطا؟ اذا في واحد متوفي؟ اذا في واحد مسافر؟ اذا في البطاقه الانتخابيه تنتخب الشخص اللي تريده والموجود بالقائمه الانتخابيه. ماشي. حجي هاي شوف انا 18 سنه مدونين الان. نعم. اذا اكو اي اختلاف بالاسم او اسم الاب او الجد تقدر الصلحه، صلحه شلون؟ مو تكتب الاسم كامل. يلا شكرا لك. والله الحقيقة العالم هي اللي طالبنا بالبطاقة الانتخابية، جبتوها انطوكم اياها راح توزعوها، فاحنا جبناها البطاقات الانتخابية كلها ونحاول نرتبها ونوزعها للعوائل، هم اللي دا يجينا احنا نعطيه بطاقته الانتخابية، واللي ما دا يجيها نقول له يابا تعال خذ بطاقتك ونوصل لها البيت، في سبيل انه وهي تاريخ الانتخاب ان شاء الله احنا قبلها بفترة احنا مكملين هاي العملية. البناء الهيكلية طبعا الدولة تقريبا انجزت ما عليها من بناء تحتية من كهرباء وماء مجاني. قضية الانتخابات يعني إشارة المرجعية إلى الانتخابات وفتوى المرجعية الدينية العليا بالانتخابات، الهدف من الانتخابات هو اختيار دستور دائم للبلاد من قبل جمعية وطنية منتخبة يمنع بالمستقبل صعود دكتاتور آخر إلى السلطة. يدعو العلماء الشرفاء من أبناء الشعب العراقي إلى مقاطعة الانتخابات القادمة التي يراد إجراؤها على أشلاء القتلى ودماء الجرحى من أبناء المدن العراقية كالفلوجة وغيرها، والتي يراد منها تحقيق أهداف سلطات الاحتلال في العراق. الانتخابات شيء ضروري يعني يقوم به كل عراقي، لأن هذا حق من حقوقنا يعني، وحتى نقدر نرسم مستقبلنا صحيح. وما أعرف عن الانتخابات بسبب قلة الإعلام التوجيه، يعني أنا كإنسان وأعتبر نفسي من الطبقة المثقفة، مع هذا ما أعرف شيء عن من المرشحين، شو راح تكون صيغة الانتخابات ما أعرف، قلة الإعلام. ولكن ناضج ما كنت ماسخه الانتخاب بس انت احنا عانينا معانا ما اعرف احنا عانينا معانينا من ظروف My opinion about the elections is that they should be postponed because neither the security situation or the Iraqi voter is prepared for what's coming. I don't think that we have enough information. I don't think that the security situation is good, so people can go to the election places and vote. And there are lots of threats right now against the Iraqi voters. إجراءات الانتخابات راح تصير في وقتها إن شاء الله حسب ما مقررين، وإن شاء الله تصير زين للبشرية هنا للعراق وتهدى الأمور. أنا برأيي هذا الانتخابات تهدى الأمور بهذا.
والله الانتخابات اتمنى ان تكون بخير ان شاء الله، تعدي على العراق وعلى الشعب العراقي كله بخير، ونتمنى ان تكون حكومه تمثل الشعب العراقي بصوره صحيحه. ويعني التغيير اللي صار شيء كنا نطمح به، احنا ما نريد نقيس الضرر والمنفعه من الناحيه الماديه، احنا اهم شيء امتلكنا هي ارادتنا وحريتنا اللي كنا نطمح لها، ومهما كانت الاثمان كنا احنا لازم ندفعها حتى نوصل الى هذا الشيء. حيث يتمكن كل مواطن عراقي من أن يختار الحزب الذي يمثل وجهة نظره الحقيقية، يدافع عن مصالحه. الآن نحن في زمن آخر، ولا زمن الدكتاتورية، زمن الإرهاب، زمن الاضطهاد، زمن مصادرة حقوق الإنسان. الناس طبعا متعطشه لهذا الشيء، والستلايتات بصوره عامه يعني مفقوده كانت عندهم ممنوعه تعرفون شيء، فمن صار سمحه الاجهزه تدخل العراق الناس متعطشه تريد تاخذ المستطاع تواكب الزمان تواكب الحضاره تواكب تتراوح تشوف هدف التطلعات يعني فضول يعني تعرف كل شيء يعني. Thank you.
هسه بالوقت الحاضر باعتبار بلد كان اساسا متاذي ويعاني من نظام سابق، لا تليفونات لا اجهزه لا مباينات، كل شيء مو موجود بهذا البلد. هسه دخل هذا المباين فشيء جيد جدا. اني استفاد من عده، انت تستفاد من عده. يعني حاليا احنا مو مقررين، الحمد لله الرواتب تقريبا جيده والاكثريه مقتنعين بها، يعني بكل حال من الاحوال هي احسن من قبل.